لطالما كانت الحياة رحلة نكتشف دروبها، وها هي اليوم تضعنا على طريق جديد لم نعهده من قبل. إلا أن الصبر والمثابرة هما دليلنا، فلن يعرف الكلل أو الملل سبيله إلينا. ليقوى عزمنا باتحادنا ونزداد إيمانا بقدراتنا على تخطي هذا الطريق معا بسلام، فلنتذكر في رمضان أن نكون سندا لمن نحب ونقدم العون لمن يحتاجونه، فالمغامرة الأجمل لا تزال بانتظارنا.